عاد لحضراتكم مرة تانية ولسه بنستكمل معاكم باقي فقرتنا في صباح اون تايم، ومنورنا دلوقتي الجانب الخاص بقى للتحليل الرياضي والامور كلها النهارده المشتعلة والاثارة والمتعة في عدد كبير من المباريات. هيكون معانا دلوقتي المحلل الرياضي الاستاذ محمد عادل. بنصبح على حضرتك استاذ محمد، صباح الفل عليك. صباح الخير، اهلا يا فرح، ازيك؟ اهلا بيك منورنا. ربنا يخليك. قول لي، عايز تبتدي منين الحدوتة والحكاية؟ عندنا مباريات كتيرة، مباريات اتلعبت او مقبلين عليها النهارده ان شاء الله في عدد كبير من البطولات. صحيح. نبتدي الحدوته من النادي الاهلي ولا من نادي الزمالك؟ والله الاثنين، نبدا باي جانب منهم؟ نبدا بالاهلي بما انه هو الاحدث، هو اللي لعب امبارح. بشكل عام نتائج الانديه المصريه زي ما احنا شفنا ان هي نتائج غير ايجابيه. بالنسبه للاهلي، خسر امبارح قدام الهلال السوداني 1-0، دي اول مباراه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، بعد ما المباراه الاولى قدام القطن اتاجلت عشان خاطر مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. شفنا الاداء عامل ازاي، شفنا تباين الاداء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني رغم عدم وجود محاولات كتير من الاهلي على المرمى، وحتى اللي اتفرج امبارح على المباراه، واكيد كانوا كتير جدا اتفرجوا على المباراه امبارح، شافوا قد ايه تباين الاداء ما بين اداء الاهلي في كاس العالم للانديه واداء الاهلي امبارح قدام الهلال. الهلال في الشوط الثاني كان هو اللي مسك كرة اكتر، كان هو المستحوذ اكتر على مجريات اللعب، احرز هدف في اول 8 دقائق. الكثير انتقد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي في عدم اجراء تغييرات سريعا. لو هنرجع لمباراه الاهلي في سواء في الدوري في كاس العالم للانديه في اي مسابقه، هنلاقي ان كولر بيبدا يجري التغييرات بعد مرور ما بين 18 ل 20 دقيقه، يعني بنشوف الدقيقه 63 لغايه الدقيقه 65 بنشوف من بعدها التغييرات والتبديلات، رغم ان الاهلي امبارح كان لازم وحتما يجري تغييرات مع بدايه الشوط الثاني. يمكن دي بعيده عن فلسفه كولر او بعيده عن استراتيجيه كولر في اجراء التغييرات، لكن الامور كلها بتبقى متغيره بحسب سير المباراه. الاهلي كان ماسك كوره، كان عامل نوعا ما بيلعب باسلوب هو فرضه، ولكن ما كانش فيها اي خطوره. يمكن هي كوره واحده لحسين الشحات في اول ربع ساعه من الشوط الاول، لكن معظم المباراه كانت رايحه في ناحيه فريق الهلال. انا بشوف ان هزيمه اعتقد ان هي جايه في وقتها. كولر ده مش اول مباراه طبعا في افريقيا، هو لعب تصفيات الاول، لكن اول مباراه في دور المجموعات، مباريات صعبة في وقت مش متعودين عليه احنا كأندية مصرية اللي بتلعب في البطولات الأفريقية، رغم ان احنا عارفين وحافظين ان في مباريات بتتلعب الساعة 3، عارفين دوت كويس. هل بقى في تنسيق ما بين الأندية واتحاد الكرة او رابطة الأندية المحترفة اللي هي بتنظم جدول الدوري ان هم يلعبوا بعض المباريات في هذا التوقيت؟ عندنا مباراه بتلعب الساعه 3 الا ربع، اعتقد ان الاهلي يوم الثلاثاء عنده مباراه مع اسوان، وهي بحسب المكان هتتلعب الساعه 3 الا ربع في لانها في اسوان. لان مباراه اسوان عاده بتتلعب الساعه 3 الا ربع، فالوقت ده مهم. معظم مباريات افريقيا خصوصا في بعيدا عن شمال افريقيا بتتلعب في هذا التوقيت من اليوم، فيمكن ده اثر، ولكن احنا شفنا اداء كان غير مقنع على الاطلاق من لاعبي الاهلي، وحتى اداره كولر للمباراه ما كانتش هي الاحسن قدام الهلال اللي فعلا استحق انه يفوز على الاهلي. في كلام بقى تحكيميا، ده بقى يبقى ان هو له هدف اتلغى وهو هدف صحيح وركله جزاء صحيح، لكن الشناوي تصدر ركله الجزاء يمكن عوض نوعا ما عن الخطا الجسيم الواقع فيه. هل محمد الشناوي يتحمل مسؤوليه خساره النادي الاهلي مع الهلال السوداني بالامس؟ ما ينفعش هو يتحمل لوحده، لكن هو متحمل الجزء اللي فرق في المباراه وهو الهدف. يعني الهدف هو مسؤولية كبيرة جدا من محمد الشناوي اللي بيمر بفترة لسه، يعني كل لاعب في الدنيا عنده الابس اند داونز، عنده المستوى العالي والمستوى المتوسط والمستوى المخاف، هو في مرحلة بينزل فيها في المستوى، فهو يتحمل جزء الهدف، ولكن هو صدر ركلة جزاء. فمسؤولية الهزيمة ما ينفعش تروح على لاعب واحد، لان احنا بنتكلم على فريق من 11 لاعب زائد البدلاء، فهو لا، هي الفريق كله ما شفناش اللاعب اللي هو نقدر نقول ايه هو اللي عمل الفارق. يمكن تحركات حسين الشحات في الشوط الاول وهو بيكمل اداؤه في الموسم دوت، انا بعتبره هو احسن لاعب في فريق النادي الاهلي هذا الموسم، ليه تاثير كبير، ليه خطوره دايمه في جبهته، جبهه اللي بيلعب كرايت وينجر او جناح ايمن، عامل فيها شغل كبير. ف
امبارح خرج ونزل احمد القندوسي. اعتقد ان تغييره احمد عبد القادر كانت هي الاولى، ان اسحب احمد عبد القادر اللي ما كانش موفق خالص امبارح في المباراه، كان بعيد تماما تماما عن مستواه، حتى عن اخر مباراه للاهلي قدام فلامينجو لما احرز هدفين. فكان من باب اولى اسحب احمد عبد القادر وانزل ايا كان بقى محمد مجدي قفشه او احمد القندوسي اللي بيلعب اول مباراه ليه مع النادي الاهلي بالمناسبه امبارح. ولكن حسين كان عامل، رغم ان الفريق كله بيمر بحاله من عدم التوازن امبارح في المباراه، لكن حسين الشحات كان هو كانه ايه، هو بارقه الامل او الضوء، هو اللي كان بيروح للمرمى، هو صاحب الفرصه الاخطر للاهلي في المباراه امبارح، فرصه خطيره جدا جدا كانت ممكن تحسم المباراه للاهلي وتخليه يكمل باسلوبه فعلا. لكن الشوط الثاني شفنا اداء مغاير جدا جدا للهلال، فمباراه وعدت طبعا المباراه الجايه. هل ممكن جماهير النادي الاهلي تكون بتفكر او بتامل انه النادي الاهلي يتعاقد مع حارس مرمى جديد في ظل يعني تذبذب مستوى محمد الشناوي وعدم الاعتماد على مصطفى شوبير وعلي لطفي بالشكل المستمر او بالشكل الامثل او الافضل يعني في نسبه المشاركات بشكل كبير مع النادي الاهلي، فهل من الافضل يتم التعاقد مع حارس مرمى يكون بديل مع محمد الشناوي؟ قطاع كبير من الجمهور اكيد بيفكر في ده، انه يبقى في حارس تاني مستواه مقارب، لان مركز حراسه المرمى ما ينفعش اجيب اتنين حراس مرمى بنفس المستوى، لان لما هجيب حارس بنفس المستوى، مستوى محمد الشناوي او مستوى حارس اساسي في الفريق، لازم يكون بيشارك على طول، فاجيبه من المشاركه انه يقعد كبديل او يكون بقى فيه، وخصوصا ان مركز حراسه المرمى مش المراكز اللي انا بغيرها على طول، لا ده بيبقى لازم فيه ثقه في الملعب، يبقى موجود هو حجر الاساس في الملعب، هو اكتر لاعب يكون موجود في الملعب. ولكن تطوير اداء الشناوي مع تطوير اداء علي لطفي ومصطفى شوبير ممكن، يعني شفنا في هنروح بقى للزمالك. لسه اقول لك حالا، لما بتتكلم على الزمالك انك توصل في مرحله من المراحل يكون عندك ثلاث حراس، ده بالعكس بيحصل مشاكل، لان الثلاثه اكفاء والثلاثه يستحقوا المشاركه. مره وصلت لمرحله ان يكون عندك جنش، يكون عندك محمد ابو جبل، يكون عندك محمد عواد في نفس التوقيت، مره تانية يكون معاهم رحيل جنش ولكن محمد عواد وابو جبل ومحمد صبحي. فلا، لما تنظر للمستويات زي ما حضرتك بتقول تشعر انه في مستويات متقاربه تقدر تعتمد على عنصر او الثاني او الثالث. صحيح، وده اللي هيخلق بعض من المشاكل غير الفنيه طبعا في الفريق. عشان كده في الزمالك المنافسه بقى، صحيح، مشكله المنافسه. شفنا ان محمد صبحي بيلعب مع الزمالك في مباراه سموحه، وده بعد مشاركه محمد عواد في مباراه شباب بلوزداد. فهل هنا بيخلق بقى نوع من المنافسه، اللي بتخلي اللاعب زي ما حضرتك بتقول يا استاذ محمد يكون عنده النزعه دي، يكون عنده الغيره ان صحيح. انا اغير، ان انا اكون عايز احسن مستوايا، وان انا يعني اموت نفسي داخل الملعب علشان مدرب حراس المرمى يختارني المباراه اللي جايه. صحيح. ويعتمد عليا في اللقاء اللي بعده. مظبوط. الشاهد في الامر ان لازم يكون في قاعده مع محمد الشناوي عشان يشوف، يعني هم اكيد عارفين ايه اللي بيحصل، الاجواء طبعا جوه الفريق ما حدش يعرفها بالتفاصيل اكتر من مدرب حراس المرمى، فاكيد لازم يقعد مع الشناوي يفرجه مره واثنين وثلاثه، وده اكيد بيحصل، واكيد الحل هيكون هو الاحسن بالنسبه للفريق ويكون الامثل بالنسبه للفريق. ممكن محمد الشناوي يستغل اللي بيحصل في المباريات الاخيره، احنا شفنا ان محمد الشناوي تلقى 9 اهداف في 3 مباريات، ده طبعا عدد كبير جدا من الاهداف، فيشوف هل ده هتكون نقطه انطلاق لما هو قادم، لان المباراه الجايه مع اسوان، بعديها مباراه كبيره مع صن داونز يوم السبت الجاي هنا في القاهره، فمباريات كلها صعبه ومتلاحقه. ف هنشوف اللي هيحصل بالنسبه لمركز حراسه المرمى بالذات، انه مركز فعلا حساس جدا جدا، والتغيير فيه بيبقى في اضيق الحدود. صحيح. شايف ان محمد شريف ومحمد مجدي قفشه كانوا يبتدوا المباراه مع النادي الاهلي ولا لا؟ طيب، هو اعتقد ان كولر برضو بيلجا نوعا ما لسياسه التدوير، لان اللعيبه دي لعبت اكتر من مباراه، يمكن هم في كاس العالم للانديه هو النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي لعب كل الادوار، لعب من مباراه الافتتاح لغايه مباراه المركز الثالث، فلعب 4 مباريات، هو العدد الاكبر في البطوله، ففي لعيبه شاركت وكانت لعيبه يعني في سياسه تدوير بيجريها مارسيل كولر. اعتقد ان الناس كانت، لو كنت هتحط التشكيل، ما كانش معظم او قطاع كبير من الجماهير او وحتى من محللي كره القدم ما كانوش هيحطوا قفشه وشريف في بدايه المباراه. احنا شفنا يعني انتقاد كبير لمحمد شريف في اثناء بطوله كاس العالم للانديه،
كبير جدا جدا على القطاع الجماهيري، وحتى بعض من محللي كرة القدم كانوا بينتقدوا أداء محمد شريف وفرص الضايعة الكتير اللي أهدرها في كأس العالم للأندية. فأعتقد إن اللي بدأ بيه كولر هو الأمثل بالنسبة لبداية مباراة، لكن ما يجرى في المباراة وما يحدث في المباراة ده بقى ده موضوع تاني خالص، أجواء مختلفة. الله أعلم بقى بحالة اللعيبة الفنية والذهنية كمان جوه المباراة، فهي دي اللي بتفرق. يعني بيرسي تاو في كأس العالم للأندية قدم في الدقائق اللي لعبها قدم مردود مميز جدا، امبارح ما قدمش المستوى ده خالص، بالعكس تلقى انتقادات كبيرة جدا. فهي المشاركة أنا أكيد ببدأ بال11 الأجهز بالنسبة لي، ال11 اللي ممكن يعملوا لي الفارق في بداية المباراة. يمكن كمان بالمناسبة الضغط العالي اللي عمله لاعبي الأهلي في الشوط الأول قدام الهلال ده يمكن أثر على لياقتهم البدنية في الشوط الثاني، وعشان كده كان لازم التغييرات تكون بسرعة من كولر عشان خاطر يقدر يحسن من جودة الفريق في الشوط الثاني اللي بنسبة كبيرة جدا جدا امتلكه فريق الهلال. التغييرات جت متأخر شوية طبعا، شفنا تغيير في الآخر خالص، نزول رامي ربيعة نزل حتى في نص الملعب، يعني كان في شيء من عدم الاتزان او عدم الفهم بالنسبه لي يعني. وده اللي صرح بيه مستر كولر انه كان في اخطاء وان هو وقع في بعض الاخطاء وان هو لازم يصلحها. طيب هل كانت اخطاء فقط ولا الهلال السوداني هو اللي قدر يقفل على مفاتيح ويقرا كل حاجه وكان بالنسبه له فعلا النادي الاهلي زي ما هم صرحوا المسؤولين بيقول لك كان كتاب مفتوح بالنسبه لنا؟ هو الاهلي بطبيعه الحال يكون كتاب مفتوح لكل الفرق، لكن ازاي تتعامل معاه؟ وده اللي عمله فريق الهلال في الشوط الثاني بالذات، ضيق ما بين في المساحات ما بين الخطوط، لعب بشكل ممتاز جدا جدا. لا ما ينفعش نبخس حق فريق الهلال، لا لعب بشكل كويس، ضيق ما بين الخطوط، بقت المساحات قليله جدا للاعبي الاهلي، نجحوا في احراز هدف، ضيعوا اكتر من فرصه خطيره، ركله جزاء ضاعت، هدف ثاني ملغي. لا كان في سيطره من فريق الهلال على الشوط الثاني بالذات، اجادوا فيه جدا جدا، استغلوا الاخطاء اللي وقع فيها الاهلي في الشوط الثاني. تأخر التغييرات ده عمل أفضلية بالنسبة للهلال في الشوط الثاني. فلا طبعا لا يعني الأخطاء اللي وقع فيها الأهلي ما ينفعش نتجاهل أحقية فريق الهلال وإنه أدى بشكل كويس. طيب انتقل معاك لنادي الزمالك، نادي الزمالك يعني لا يقل اي شيء في الوضع عن النادي الاهلي، وهنا بتكلم على فرقتين سودانيين، يعني بتكلم انه كان الموضوع مفاجئ، بتكلم على المريخ السوداني، بتكلم بعدها على الهلال السوداني، بتكلم على مكانة قطبي الكرة المصرية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، فالوضع يعني مخيب للأمال في الناحيتين وللجمهورين، ولكن تفاصيل كتيرة هنناقشها وهتكلم مع حضرتك فيها في الجانب الخاص بنادي الزمالك. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نستكمل حوارنا مع الأستاذ محمد عادل المحلل الرياضي اللي نورنا في صباح أون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه بنستكمل حوارنا في صباح اون تايم مع ضيفنا اللي نورنا النهاردة الأستاذ محمد عادل المحلل الرياضي. عودة لحضرتك أستاذ محمد مرة تانية، كان في حديث ما بيننا في الفاصل صحيح بخصوص قطبي الكرة المصرية والحالة اللي كنت بتكلم عليها، عدم الاستقرار، حالة الاون اند اوف اللي دايما ساعات كده وساعات كده، وتلاقي فجأة خلاص الجمهور بيطمن بيرتاح، يجي الفريق يصدمه تاني، وده اللي مر بيه نادي الزمالك صحيح، خصوصا في ظل حالة استياء الجمهور الشديدة من الفريق. بعدها قدم أداء طيب ومميز أمام فريق سموحة في مسابقة الدوري، خلاص كانوا مطمنين، صدموهم مع وفاق سطيف مرة تانية، شباب بلوزداد، وفاق سطيف كل دخل في بعض، شباب بلوزداد، وكانت النتيجة برضو محبطة للأمال، لأني بتكلم هنا على مباراة كانت بتتلعب على الأراضي المصرية وعلى استاد القاهرة، فخلاص دي أول مباراة ليك المفروض أنك أنت تنتهزها، المفروض أنك أنت تخرج من الآخر من المباراة دي باللي أنت عايزه وتكون مرتاح المباراة اللي بعدها. بعدها بيحصل تعادل في حالة عدم استقرار صحيح. كل ما الجمهور يطمن والفريق يطمنه يرجع تاني يكون في تذبذب في المستوى، ايه الاسباب؟ طيب هو من الواضح ان الجمهور مش مطمن بقدر ما هو يمكن على مستوى الجماهير رمى طوبة الموسم بالنسبة له. لما نروح لتاريخ 29 ديسمبر 2022 بنشوف الزمالك بيفوز على الاسماعيلي، وبنشوف الزمالك هو متصدر الدوري بفرق الاهداف،
بعديها بأقل من شهر الزمالك بيبقى في المركز الخامس بعيدا عن مراكز المؤهلة أصلا للبطولات الأفريقية. ناهيك عن الأداء غير الجيد اللي بيقدمه الزمالك بيصحبه نتيجة غير جيدة، لدرجة إن في قطاع من الجمهور شايف إن فوز الزمالك على فيوتشر 2-1 دي مفاجأة. ويعني هل فوز الزمالك على فيوتشر، مع كامل احترامي وتقديري لفريق فيوتشر واللي بتمنى له هو وبيراميدز النهارده التوفيق، النهارده مباراة قوية جدا جدا بينهم في الكونفدرالية ان شاء الله، اعتبروه مفاجأة. الفوز مفاجأة وسيف الدين الجزيري كان مفاجأتين. مفاجأة يمكن كان بالنسبة للجمهور الحاجة الوحيدة اللي ما كانتش مفاجأة هو أداء محمد عبد الشافي، والدليل إن محمد عبد الشافي في مباراة حصل على رجل المباراة، شفنا حصل على رجل المباراة في مباراة فيوتشر، لم يصنع لم يسجل أهداف، ولكن هو بالنسبة لجمهور الزمالك وده اللي شفناه من التعليقات ومن كلام الناس، وخلاص احنا على السوشيال ميديا الناس كلها بتتكلم وتقول آرائها، هو الوحيد اللي ثابت على أدائه. شفنا مردود دوت في مباراة سموحة لما الجمهور قبل المباراة كان بينده على محمد عبد الشافي، وشفنا دوت عبر البث المباشر في اون تايم سبورتس قبل المباراة، بنشوف لقطات وبنشوف المراسلين كانوا بينقلوا لنا كل حاجة هناك. فهو الوحيد اللي كان محافظ على مستواه. في مباراة شباب بلوزداد احنا متابعين ان الزمالك دي تاني سنة على التوالي بيبدأ فيها دور المجموعات على أرضه. السنة اللي فاتت تعادل مع بيترو أتلتيكو، كان في آخر لحظة في المباراة، خلصت مباراة 2-2، كان فيها برضو لغط في التحكيم وعدم وجود فار والكلام ده كله، وده مشكلة كبيرة ده ممكن نتكلم عليها بعد كده. بيترو أتلتيكو حددتوا إيه مع نادي الزمالك لو تفتكر برضو الموسم اللي قبله أو اللي قبله، الهدف القاتل اللي أحرزه يوسف أوباما من عرضية عبد الله جمعة لو نفتكر مع بعض في الكونفدرالية. بيترو زي ما حضرتك بتقول يعني الحالة دي بيعيشها نادي الزمالك مع نفس الفريق دايما. صحيح. بيكون مضغوط نفسيا. بس الفرق هنا إن في دوري أبطال أفريقيا الزمالك لعب 8 مباريات ما كسبش ولا مباراة. بالظبط. لا كانت كل النتائج ساعتها سيئة جدا. صحيح. والنتائج سيئة لغاية النهاردة، لغاية مباراة المريخ الزمالك ما كسبش ولا مباراة. آخر هدف أحرزه الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كان في الوداد في المغرب. صحيح. في مركب محمد الخامس، مباراة انتهت 3-1 للوداد، كانت الجولة الثالثة، ده كان احرزه احمد سيد زيزو، كان بدا بالتهديف اصلا في المباراه، بعد كده الوداد احرز 3 اهداف في مرمى الزمالك، بعديها الزمالك لم يحرز اهداف، وده نقص خطر كبير. انت على المستوى الاقليمي على المستوى الافريقي في مشكله كبيره جدا جدا جدا. رغم ان دلوقتي شفنا امبارح مباراه شباب بلوزداد. طيب والترجي كانت مباراه كبيره، كانت مباراه كبيره حتى من شباب بلوزداد. قبل ما اعرف من حضرتك على الجزئيه الخاصه بانه الزمالك رايح على فين او يحضر نفسه ازاي، وضعه حزبه بيرما اللي داخل عليها، هستاذنك هناخد دلوقتي في لايف الكابتن محمد الكابتن اسلام عادل. انا الاستاذ محمد عادل والكابتن اسلام عادل هيكون معانا دلوقتي عبر لايف. صباح الفل عليك يا كابتن اسلام. صباح الفل يا فرح، اخبارك ايه، عامله ايه؟ اهلا بحضرتك. طبعا لاعب النادي الاهلي السابق، وفي البدايه الحقيقه انه ما اعرفش ليه كابتن اسلام عايز اسالك على الجزئيه دي قبل ما اتكلم معاك على النادي الاهلي. كنا لسه بنتكلم انا استاذ محمد على لاعب، وحضرتك مدير فني دلوقتي بقى عندك الخبرات الفنيه داخل الاجهزه الفنيه، بتكلم معاك على خبرات كتيره في التعامل مع اللعيبه، حابه اتكلم معاك على نموذج زي محمد عبد الشافي، تعليقك ايه على لاعب وصل للسن ده وكانه بيلعب عنده 20 سنه في نفس التوقيت، لاعب ما بيحصلوش تذبذب في المستوى، في نفس التوقيت لاعب ما بتسمعلوش حس، اكتر لاعب ملتزم اخلاقيا وعلى الموعد، الزمالك يقول له ما تلعبش ما يلعبش، الزمالك يحتاجه يلاقيه على قدر المسؤوليه، تعليقك ايه على النوعيه دي من اللعيبه؟ يعني محمد عبد الشافي واحد من الجيل الذهبي القديم، يعني لو تفتكري الجيل طبعا اللي كان في كاس الامم وكاس القارات، والجيل طبعا بتاع ابو تريكه وعماد متعب، الجيل اللي لعب مع كابتن حسن شحاته، يعني لو تفتكري مباراه الجزائر اللي كسبناها 4 لما نزل واحرز هدف، ده من الجيل، من ريحه الناس القديمه او الجيل القديم. عبد الشافي كان زمان في نماذج كتير زيه، لكن لما الخريطه اتغيرت دلوقتي والوضع اتغير والكوره اتغيرت وابتدى السوشيال ميديا تتعمق بشكل اكبر داخل الكوره، وابتدت اللعيبه في الانديه العقليه تتغير ويتاثروا بحاجات كتير جدا غير كره القدم، والبزنس يدخل بحاجات كتيره جدا غير كره القدم، شخصيه اللعيب اتغيرت شويه. فعبد الشافي واحد من الناس القديمه النماذج او الرموز اللي هتفضل موجوده
في ذاكرتنا لانه ما فيش حد شبهه كتير، فواحد يعني مختلف تماما، فده نموذج مش هيبقى موجود كتير. اخر نسخه يعني اخر نسخه من آخر من الجيل ده، او اخر واحد من الشكل ده او من الطريقه دي. خلاص ما فيش تاني بعد كده. هيبقى صعب جدا انك تلاقي حد بالالتزام ده، بالرقي، بالاخلاق، بالادب، رمز مختلف تماما يعني. فصعب جدا انك تلاقي حد زي ده. لكن في النهايه انا هقول لحضرتك على حاجه، هي دايما اللعيبه اللي زي كابتن عبد الشافي بتتصنع، النادي بيصنع لعيب بالاخلاق دي، لعيب بالشكل ده، لعيب بالاتيتيود ده، النادي لازم يصنع حد كده. زمان كان موجود في النادي الاهلي الكلام ده قوي، لانه هناك في النادي الاهلي وعندنا في النادي الاهلي في حزم قوي جدا من ايام الله يرحمه كابتن صالح سليم، وكان في حزم قوي جدا. وانت فروم داي 1 اول ما تدخل النادي الاهلي، يعني انا لما دخلت النادي الاهلي سنه 99 او 2000 وانا صغير، شخصيه النادي الاهلي باينه على البوابه، يعني شخصيه صالح سليم باينه على البوابه، الجديه بتاعه صالح سليم باينه على الراجل بتاع الامن، لحد ما توصل الملعب كل الناس مركزه، كل الناس مكشره، مش تكشير يعني حاجه وحشه، الناس مش مهرجه، مش جايين يهرجوا، مدركين قيمه المسؤوليه وقيمه المكان اللي هم فيه، مدركين قيمه المكان اللي بيمثلوه. فده موجود عند عبد الشافي، موجود انه مدرك طول الوقت قيمه ان هو بيمثل نادي الزمالك، بيمثل منتخب صحيح. مصر. لما كان في السعوديه قابل احمد حسام ميدو، الكابتن احمد حسام ميدو بيشرح الكلام ده دايما، قال لك انا قابلته مره بعد ما كان بقالي شهر مكسر الدنيا في السعوديه، اتقابلنا في السعوديه فقال له انت بتعمل هنا، قال له انت اللي بتعمل هنا، مش عارف ان ميدو بقى مدير فني في الوحده في وقت من الاوقات في السعوديه، وهو كان بيلعب في اهلي جده اعتقد يعني. فبص هي الامور واصله لحد فين، انه عنده تركيز قافل على نفسه، مركز بشكل كبير جدا، عنده اهداف مختلفه تماما. دي الاهداف بقى اللي علموها لنا واحنا صغيرين، انما دلوقتي في اهداف تانية عند لعيبه تانية، في بقى السوشيال ميديا، في بزنس في مكان معين، في اعلان في مكان معين، في قصه في مكان، حاجات كتير بره الكوره قد تكون موجوده في اوروبا بشكل. لكن دايما لما ما بناخد حاجه ما بناخدهاش صح، او بناخدها بسلبياتها، ما بنقدرش يعني. عارفه لما تستوردي دي حاجه بس ما تعرفيش تشغليها، احنا استوردنا عربيه ما عرفناش نشغلها، فالعربيه دي انتشرت جوه اللعيبه المصريه، والثقافه دي انتشرت جوه اللعيبه، محدش عارف يوقفها بالظبط. والله يعني ده فعلا افضل مصطلح او افضل تشبيه حضرتك قلته. هروح معاك سريعا يا كابتن اسلام، تقول لنا كده وضع نادي الاهلي ونادي الزمالك وحسبه بيرما اللي وضع نادي الزمالك نفسه فيها، خساره النادي الاهلي بالامس امام الهلال السوداني، تعليقك ايه كده سريعا معانا؟ طيب يعني نادي الزمالك بعد الفوز مرتين ورا بعض بالدوري المصري، الناس كلها كانت سعيده، الاهلاويه قبل الزملكاويه، علشان الزمالك مهم جدا من مصلحه الكره المصريه انه الزمالك يبقى دايما في التوب ليفل يعني. لكن في الاول دايما القرارات الاداريه هي اللي بيليها قرارات فنيه او نتائج فنيه، فكانت القرارات الاداريه مش احسن حاجه، لم يوفق مجلس اداره الزمالك في قراراته الاداريه في الفريق، الصفقات اللي جت ممكن يكون النادي مش محتاجها، الصفقات اللي ممكن تبقى مش على قد مسؤوليه نادي الزمالك، ويمكن في لعبة كويسه يعني، اعتقد ان سامسون ده لعب كويس لكن مش عارف يظهر مع الزمالك، او مش عارفين يطلعوا احسن حاجه منه يعني، ممكن يعني الظروف مش مساعده قوي. لكن في النهايه المجمل بيقول انه الزمالك مش قادر يعمل شكل كويس، قرار انه المدرب يمشي وبعد كده يرجع تاني بعد اسبوع، كابتن اسامه يمشي وبعد كده يرجع تاني، يعني في هي كلها قرارات اداريه فيها مشاكل. لو تفتكري وانا قلت معاكي قبل كده، النجاح اللي عمله الزمالك في السنتين اللي فاتوا الظروف ساعدته، الظروف فرضت عليه، خاصة السنة اللي ما كانش فيها قيد، الظروف فرضت عليه انك هتلعب بالسكواد ده، والظروف فرضت عليه انك هتطلع اولاد ناشئين، احنا بنقول هم ناشئين، هم كبار، هم كلهم 99 و97 المفروض ان هم مش ناشئين، لكن لما طلعوا احنا قلنا وشكرنا الزمالك انه قدم لعيبه لنفسه وقدم لعيبه لمصر، لعيبه جامده جدا. لما ابتديت تعمل صفقات اللعيبه دي ما بقتش موجوده ومشاركاتها بقت قليله، لكن النهارده لو هتبتدي تعد مين اللي بيشتغل كويس هتلاقي سيف فاروق جعفر، هتلاقي يوسف اسامه نبيه، هتلاقي اللعيبه الصغيره هم اللي شغالين بشكل كويس جدا. فالزمالك عليه بقى انه يركز بشكل تاني خالص، وانه يقفل البيبان زي ما قلت لك بشكل تاني خالص 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 خالص، ويعيد ترتيب الافكار والاوضاع وحاجات كتيره جدا، والاخلاص، حاجات كتير جدا ناقصه جوه نادي الزمالك الفتره الاخيره. لو عايز يرجع لازم يعمل كده، لانه وصل ومش من زمان، مش بكلمك ان الزمالك كان كويس من 5 سنين، ده السنه اللي فاتت كان كويس قوي، السنه اللي قبلها كان كويس قوي، فلازم بسرعه جدا يرجع. الزمالك كان لسه بيلعب نهائي دوري الابطال الافريقي امام النادي الاهلي، وكان اقرب للمكسب، وكان ممكن يحقق بطوله، ما عملش الكلام ده من 2002. فالزمالك قادر، قادر، عارف، عارف، لكن الناس لازم تخلص ولازم تفكر بشكل احسن من كده شويه. بالنسبه للنادي الاهلي عادي جدا، طبيعي جدا، مارسيل كولر قعد، اتفضلي. لا وقتنا خلص يا كابتن اسلام.
وقتنا خلص وطبعا كنا محتاجين فيش نحن مشكلة. نسمع من حضرتك تفاصيل الخاصه بالنادي الاهلي، ولكن لسه بيتجدد لقائنا. لا ولسه عندنا مباراه سان داونز ان شاء الله يوم السبت القادم، ونكون حضرتك معانا على التليفون ان شاء الله نناقش مع بعض الاستعدادات هتكون عامله ازاي، وجهه نظر حضرتك الفنيه طبعا قبل مباراه مهمه باذن الله هتكون تفرق مع النادي الاهلي. شكرا جزيلا الكابتن اسلام عادل، نورتنا وبنسعد دايما بوجود حضرتك معانا. افضل حضرتك استاذ محمد ونختم حوارنا معاك. شوف بقى حضرتك كده سريعا نتكلم عن ايه، في عندنا النهارده المنتخب الشباب وعندنا مباراه الكونفدراليه ان شاء الله. طيب نرجع تاني بقى للاهلي والزمالك. الزمالك فوز الترجي على شباب بلوزداد وكانه اداله امل ان هو لسه الموضوع في الحسبان، رقميا لسه في امال كتيره. مباراه مهمه جدا قدام الترجي يوم السبت، مهمه جدا جدا لفريق نادي الزمالك. هل اللاعبين على درايه باهميه ووضع الزمالك يعملوا الحالي؟ ايه سريعا في روشته سريعه كده يلعبوا اللعب الطبيعي اللي كانوا بيلعبوه قبل نهايه 22. تمام. كل واحد يؤدي مهامه بس، ما يلعبش مهام اكبر من مهامه. شفنا سيف فاروق جعفر لعب بشكل كويس، حسام عبد المجيد لعب بشكل كويس، حتى الدايل اللي نزلها يوسف اسامه نبيه لعب بشكل مش بطال. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الاهلي لسه لعب مباراه واحده بس، هو خسر اول مباراه لكن لسه قدامه خمس مباريات، فطبعا لسه الدنيا بدري جدا جدا بالنسبه للاهلي. سان داونز كسب مباراتين عنده 6 نقاط، فوزه لو حصل على الاهلي هيبقى 9 نقاط، ده خلاص بنسبه 90% هو كده هيتاهل للنوك اوتس للادوار الاقصائيه. بالنسبه لمباراه النهارده فيوتشر وبيراميدز، مباراه مهمه جدا قويه جدا، مبارياتهم في الدوري قويه جدا جدا. تتوقع فوز مين؟ اتوقع تعادل ما بين فيوتشر وبيراميدز. المجموعه متشابكه جدا، الجيش الملكي برده فرقه قويه جدا جدا، النهارده هتلاعب اسكو كارا تجولي، فمباراه هتكون اسهل بالنسبه للجيش الملكي يتعادل مع بيراميدز. مجموعه بقت صعبه بالتعادلات، الثلاث فرق قويه جدا جدا. نتمنى التوفيق ان شاء الله للفرق المصريه باذن الله. شكرا جزيلا الاستاذ محمد، نورتنا في صباح اون تايم، ودايما بنسعد بوجود حضرتك معانا. شرف ليا، متشكر جدا. مشاهدينا وصلنا معاكم لتعليقاتكم واجاباتكم على سؤالنا النهارده، وهو توقعاتكم بالتاكيد نتيجة مباراة منتخبنا المصري أمام موزمبيق تحت 20 سنة. أول تعليق من عبد وليد بيقول 2-0 المنتخب مصر. محمود سيد بيقول يا صباح الخير يا فرح، أتوقع فوز الفراعنة 2-0. أحمد هشام بيقول إن شاء الله افتتاح مشرف وإن شاء الله 2-0 لمصر. وأخيرا أحمد عبد التواب بيقول صباح الخير يا فرح، أتوقع فوز منتخبنا الوطني 2-0 إن شاء الله. مشاهدينا انتهت حلقتنا، دايما يتجدد لقاءنا عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس. اشوف حضراتكم باذن الله خلال الايام المقبلة في صباح اون تايم، ويومكم خير وسعادة وفرح.